أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا يتوب إلا مستيقظ، وأما من بقي غافلا نائما في طبقة من طبقات نومه فإنه لا يتوب إلا أن يشاء الله له يقظة تخرجه من غفلته وضلاله وضياعه، ثم يقول كما قال نبي الله قبل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما الآن فنتحدث عن مكمل لهذا المعنى، وهو حقيقة التوبة. وقد سبق الذكر أن العلماء قبل تحدثوا عن التوبة من حيث أركانها العلمية، وليس غرضنا اليوم أن نتحدث عن هذا. وقد سبقت الإشارة إلى أن مثل هذا موجود في كل المصنفات المبسطة للتوبة ولمنازل الإيمان. أعني قولهم: أول التوبة أن يقلع العبد عن الذنب ويندم عما فات ويستعد لما هو آت، أي بجديد النية والعزم على الفلاح والصلاح. إنما الأساس من كل هذا، لأننا نعلم أننا نعلم وأن غيرنا يعلم هذه الأمور ثم لا نتوب. يعني هذه الأمور كثير من الناس يحفظوها، حافظين بأنه التوبة لابد من الإقلاع ولابد من الندم ولابد من العزم، هذا الشيء يعرفه الناس. ولكنهم، أقول، كثير ممن يعلم هذا، وكثير ممن يستظهره ويرجعه إلى مصادره، مع ذلك هو قليل التوبة. وقد علم وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد له أكثر من 100 مرة في اليوم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فكان يكثر من التوبة، وما كان أكثر توبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من العالمين. وقد ثبت عنه: أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له. ولا يكون الأعبد ولا يكون الأتقى إلا توابا، كثير التوب كثير الأوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما حقيقة التوبة؟ شنو هي الحقيقة دي التوبة التي تقع بالنفس؟ لأن التوبة ماشي فكرة، ليست فكرة ولا قاعدة، وإنما التوبة إحساس وشعور يخالج قلب العبد ويخالط بشاشة وجدانه، هذه هي التوبة. سنبين حينئذ كيف يمكن للمرء أن يكتسب هذا المعنى. فالتوبة معنى، توبة معنى وإحساس وشعور ووجدان. فلا يتوب، قلنا، إلا خائف، والخوف إحساس وجداني. اللي ما يخافش ما يتوبش، فإذا اللي يخاف هو اللي يتوب. وشنو هو الخوف؟ هو شعور يقع بالقلب. ألا ترى أن الخائف ينبض قلبه ويرتجف ويضطرب؟ اللي يخاف يتخلع في أمور الدنيا وأمور الآخرة، كتلاحظ بأنه كتوقع الورجة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل هو الخوف الشديد. إذن إذا كان الخوف إحساسا وشعورا وجدانيا، فالتوبة لا تكون إلا كذلك، لأن الذي لا يخاف لا يتوب. ثم التوبة أيضا حنين، إحساس بالحنين، يعني كي توحش الإنسان شي حاجة. وهذا المعنى لا يكون إلا للذي له عاطفة من المحبة لشيء ما، فيشتاق إليه ويحن إليه. فإذا لم يكن له هذا المعنى لم يستطع تحصيل التوبة. السبب في أننا لا نتوب هو أننا لا ندرك ما بقلوبنا من قساوة تجعل المرأة لا يحس لا بالشر ولا بالخوف. فنحتاج إذن أولا لغسل هذه القلوب مما علق بها من القساوة ومن الجفاء والجفاف. تحتاج إلى ري من ماء القرآن ومن كوثر الإيمان، عسى أن يستيقظ القلب ويشعر أنه إنسان. لو شعر العبد فعلا أنه إنسان، وأقول إنسان، لحصلت له توبة بإذن الله. لما؟ لأنه يعرف أن الإنسان خاسر إلا أن يتغمده الله برحمته، إن الإنسان لفي خسر. ويعلم أن الإنسان محاسب لتحمله الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويعلم أن الإنسان مطالب بالإيمان
من حيث هو مخلوق لخالق واحد. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، الآيات. فإذا الإنسان محكوم، محكوم ومشدود بالأغلال من عنقه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، مشدود بأغلال القضاء والقدر من أوردته ومن عنقه. إذن التوبة في المعرفة الربانية هي التي نحن اليوم في حاجة إليها، اللي احنا محتاجين له هو التوبة بالمعنى المعرفي، بما ذكره أهل العرفان العارفون بالله حقا وصدقا، حاشا المشعوذين، العارفون بالله الذين عرفوا مقام ربهم، وقد بينا مثل هذا من قبل. فإذا كي نعرف وليس نعلم فقط، العلم شرط به نبدأ، ولكن إنما نتم أمرنا بمعرفة ما نعلم. كثير منا يعلم ولكنه لا يعرف ما يعلم، ولذلك وجدنا كم من عالم عالم يحصي لك من العلم أطنانا وقناطير من العلم، لكن غياب المعرفة عن قلبه تجعله جاهلا بالله، جاهلا بالله، جاهلا بالله من حيث مقامه، أي من حيث المقام الرباني العظيم. وأما من خاف، من خاف مقام ربه، وجعل المفعول به هنا هو مقام الرب، مقام ربه، لأن الناس لا تلقي لربها بالا ولا تجعل لمولاها مقاما، ولو أدرك الإنسان حقا مقام الرب العظيم لخشيه ولا خافه. فإذا أول المعاني في التوبة بالمعنى العرفاني، أول المعاني الاستيحاش. هنا غادي نبدأ نفصل بإذن الله عز وجل كيفية تحصيل التوبة الحقيقية، التوبة النصوح كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التوبة النصوح الحقيقية إنما تحصل أولا بالاستيحاش، الاستيحاش من الوحشة، يعني أن الإنسان كيحس بالغربة. وكيف يحس بالغربة؟ لا يشعر بها ولا يدرك حقيقتها إلا إذا تفكر وتدبر، تدبر ما تيسر له من القرآن الكريم، يتأمل فيه ويتفكر في خلق السماوات والأرض. لو تفكر الإنسان حق التفكر في نفسه أولا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم تفكر في خلق السماوات والأرض لأدرك أنه غريب في هذه الأرض، ويحس حينئذ بالضيق، ضيق النفس، رغم أن الأرض واسعة ولكنه يشعر، هو يشعر بالضيق وبالحرج وبالشدة. لما؟ لأنه أدرك أن مقامه في الأرض قليل، قليل جد قليل. كل شيء قلنا قبل، كل شيء فيه عد لا طول له. أي حاجة كتحسب بالحساب كتبدأ بواحد اثنين ثلاثة، ما فيهاش طول، لأن كونها كتحسب يعني أنها غادية تسالي. وأي حاجة كتحسب كتسالي، ما كيناش شي حاجة في الكون اللي كتحسب وما كتساليش إطلاقا. الله عز وجل ذو الجلال سبحانه لا يتجزأ، سبحانه وتعالى، ولذلك كان هو الأول والآخر، ما فيش اثنين ثلاثة، هو واحد واحد، تبدأ به واحد تنتهي به واحد سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينتهي سبحانه، وما دون ذلك يعد عدا ويحصى إحصاء. الزمان، الأيام، الأجرام، السماوات، كل شيء محسوب. السماوات 70، الأراضون 70، الأيام معدودة، الزمان، كل الزمان. شنو هو الزمان؟ وعد، واحد اثنين ثلاثة، دقيقة، ثانية، ساعات، سوايع، يوم، أيام، أشهر، سنوات، قرون، كل عد. فأي حاجة كتعد وكتحصى إلا وكتسالي. إذن حقيقة الإنسان أنه فان، منتهي. إذا كان هذا الأمر هكذا فلا يبقى للإنسان حقا إلا الذي قدمه لحيث لا ينتهي. يعني حقيقة الإنسان الباقية هي ما بعد موته، وما بعد موته فقط تبدأ حياته. الحياة الحقيقية إنما تبدأ بعد الموت. يومئذ يتذكر الإنسان
وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا من ألطف التعابير القرآنية وأدقها وأعجبها. هذا الإنسان الآن يتكلم فوقاش، هذا الكلام، هذا السياق ديال هذه الآية جاي بعد موت الإنسان. فالإنسان مات وجاء الحساب، بدا كيقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما حياته؟ هو هذيك اللحظة اللي هو فيها. أما الحياة الدنيا اللي عاشها ما سماهاش حياة، فهذيك لحياتي قدمت لحياتي مش الدنيا، لا الآخرة هي التي سماها حياة، وهي التي ينبغي أن يقدم لها الإنسان. إذن حينما يكون الأمر هكذا، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، وهذه بيناها مرارا، قلنا الحيوان على وزن فعلان تفيد الامتلاء والفيض، هذا المعنى ديال فعلان في العربية، شي حاجة عمرت وفاضت كسكران وغضبان، يقول الفقهاء في الحديث، يعني هو أصل حديث ولكن جعله قاعدة، لا يقضي القاضي وهو غضبان. فرق بين غاضب وغضبان، غاضب يمكن له يقضي وهو غاضب، لأنه إذا كان غاضبا المعنى أنه غاضب اسم فاعل قام بواحد الفعل هو متحكم فيه لأنه هو فاعل، والفاعل يتحكم في الفعل لأنه هو اللي داره. أما إذا كان غضبان حتى الفاعل ما بقاش، الغضب هو ولا الفاعل، الغضب نفسه هو اللي ولا الفاعل. فغضب غضب غضب حتى فاض عليه الغضب، فاض الغضب، فإذا فاض الغضب صار الفاعل مفعولا، هذاك اللي كان غضب ولا محكوم عليه بالغضب، فلا يدرك بعد ذلك ما يفعل، لا يصلح لا للقضاء ولا للفتوى ولا للحل ولا للعقد. فيضان، لما نقول فيضان النهر الواد فائض عمر وفاض شوية، أما فيضان يكتسح كل شيء ويجر الأخضر واليابس والبهائم والإنسان والدور والبنيان، صيغة تدل على الامتلاء والفيض كالسكران، يعني شرب الخمر والعياذ بالله حتى فقد عقله تمام العقل تمام الفقدان، فضة في خطرة، فهذا سكران وليس بساكر. ساكر درجة أقل، يعني شرب الخمر وبقي على وعيه فهو ساكر، أما إن فقد وعيه فهو سكران، انتهى أمره، ما بقى صالح لوالو، لا العادة ولا العبادة. فإذن الحيوان ماشي هو البهيمة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة الفائضة المتدفقة بالحياة، يعني حياة حقيقية. شعور الإنسان حينئذ بالحياة يكون قويا قويا جدا. أما هنا فليس هنا حيوان، يعني في الدنيا، إنما هنا حياة دنيا، دنيا يعني قصيرة، هذه دنيا، شيء دني قريب، قريب جدا تمد يدك وتدركه فهو دني، ووضيع كيتقال شي حاجة اللي في الأرض، دني رديء وضيع ما عنده قيمة. ودنيا صفة ديال المؤنث، فهي قريبة وما عندها قيمة، وضيعة. ولكن الدار الآخرة ليست دنيا وليست حياة فقط، بل هي حيوان، أي ممتلئة حياة، متدفقة حياة، تفيض بالحيوية، هذه الآخرة فعلا. ولذلك من بين الدلائل القوية على هذا المعنى أنه لا لذة في الدنيا إلا وتصحبها غصة ونغصة وحزن، ما كيناش إطلاقا شي متعة في الدنيا اللي ما كيصحبها شيء، الألم والحزن لا وجود لها، تكون كي بغات هذه المتعة، إلا متعة واحدة هي متعة الإيمان، وسأبين مش غير بالكلام، بحول الله. اللذات جميعا بدءا بالطعام والشراب والجماع واللباس ما شئت، وسبحان الله هذا مجرب، لما كتوصل الذروة ديالها هذيك المتعة، يعني توصل القمة ديالها، كيصيب الإنسان سبحان الله العظيم بحيث لا يدري، ما كيسيقش الخبر راسه، كيصيبه الغم. واحد النهار الإنسان يضحك بزاف، يضحك يضحك كيقول وهذا النهار ضحكنا بزاف الله يعطينا خيرته، هذا إحساس وجداني صحيح. منين يجي؟ كيجي من كون واحد الإحساس عند الإنسان في الوجدان دياله أنه ساعة الفرح تتنتهي،
والدليل على النهاية ديالها أنها وصلت القمة ديالها. وأي لذة سبحان الله العظيم كتبدأ صغيرة قليلة وتبدأ تتمتع بها ما حدك تزيد فيها، وانت تزيد في المتعة وتخيل اللذة اللي بغيت من الأكل والشرب والطعام والجماع واللباس، ما حدك غادي وانت تتمتع حتى توصل القمة ديال المتعة. لما توصل القمة ديال المتعة بلي راه غادي تبدأ تهود، كتبدأ تفقد اللذة ديالها. ونمثلو بمثال بسيط جدا هو الأكل. شوف شي أكلة اللي كتشهاها وعزيزة عليك ومدة ما كليتها، غادي تشهاها الآن، ولكن لما توضع هذاك الطعام أو تلك الفاكهة أو ما شئت من ألوان الملذات توضع قدامك، غادي تأكل الطرف الأول منه تحس بواحد اللذة جيدة، تزيد فهي أجود، ثم تصل إلى القمة يعني الرأس ديال اللذة ديالها، وتبدأ تنقص تبدأ تنقص تبدأ تنقص حتى كتعيف هذاك الطعام. وإذا بالغت مبالغة شديدة أصبت بالتخمة، وكتولي اللي قدم لك هذاك الطعام كتسدني فيك، ما بقيش قادر تاكله. وعاد قبل دقائق كان الريق ديالك يتسايل ويتساقط شوقا إليه. هذه طبيعة الحياة الدنيا، كل لذة بدايتها دليل على نهايتها. كيف ما كانت هذه اللذة لما تجلس مع الأحباب والصحاب والقراب والزوجات والأطفال الأبناء ديالك، وتحس بالمتعة ديال الأبوة أو المتعة ديال الزوجية في لحظات ديال الصفاء التام، كيجيك واحد الخطر، الدنيا زوينة والوليدات زوينين، لو أننا ما كان موتوش. فكتحس سبحان الله بأن غادي تجي واحد الوقت اللي غادي تغادر الدنيا وسيبكيك أطفالك أو تبكيهم. فكل شيء إذن بدايته هي نهايته، إذن ما عندها قيمة هذه الدنيا في الحقيقة. ولو كانت عندها القيمة ما سقى الله فيها الكافر جرعة ماء، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واحد الخطرة كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم غادي في السوق ديال المدينة المنورة، وهو كيلقى واحد العنزي صغير ميت جيفة، وهزو من ودنه كيقول شكون يشري مني هذا بدرهم، شكون يشري مني هذا بدرهم. فكانوا معاه الصحابة قالوا والله يا رسول الله ما كان اللي يعطي فيه حتى دانق ولا فلس، هذه جيفة الناس عايفينها شكون اللي يشري. قال لهم للدنيا أهون عند الله من هذا، لكن توما هذه الجيفة كلكم عفتوها، الدنيا أهون عند الله وأقبح عند الله من هذه الجيفة. وهذا أمر صحيح، لأن الإنسان إذا تكالب على الدنيا ملكته الدنيا، وإذا زاهد في الدنيا ملك الدنيا. كيف ملكها؟ يملكها تصرفا، يعرف كيفاش يتصرف فيها، في قليلها ولا في كثيرها. داكشي اللي أعطاه الله، إلا أعطاه الله القليل كيعرف يتصرف فيه، أعطاه الله الكثير كيعرف يتصرف فيه. أما إن تكالب عليها يعني ولا مهيف عليها ملكته الدنيا حينئذ. فإذا ملكته استخدمته وصرفته في ماله فصار عبدا لدرهمه ودانقه وديناره، وحينئذ لا يتمتع بشيء منها سبحان الله العظيم، ما يتمتع بوالو منها، لا شيء منها يتمتع به، بل هي تتمتع به، الدنيا تتمتع به وتوظفه فيها. إذا كان الأمر هكذا شعر الإنسان بالاستيحاش وحشة، وكيبدأ يتمنى اللحظة اللي يلقى فيها راسو مونس. الوحشة يعني القنط، بحال بنادم غريب طاح عليه الظلام في بلاد برانية وهو براني، كيتمنى في ديك اللحظة لو أنه حدا وليداته كمش دافي. هذاك الإحساس اللي يجي للإنسان في بلاد الغربة، لا قريب لا حنين لا رحيم لا اللي يفتح لك الباب ويوزيك، هو الاستيحاش وهو الوحشة. حينما يدرك الإنسان حقيقة الدنيا يشعر بهذا، ولو كان بين أهله وأطفاله وخلانه وبين ماله ومتاعه يشعر بالوحشة، وما كتجي حتى شي حاجة لذيذة، وكيولي يقلب على اللحظة كيفاش يمكن له يشعر بالأنس، يحن حينئذ إلى الأنس، يحن كيتوحش اللحظة اللي يكون مونس. ولا يجد هذا الأنس إلا في مقام الأنس، وهو منزلة من أعظم منازل الإيمان.
ومقام الأنس لا يكون إلا الذي عرف ربه فأنس به سبحانه وتعالى، لكي تونس بالله سبحانه وتعالى، مونس بمولاه، واللي مونس بمولاه كي تونس حقيقة ويطرد الوحشة من قلبه ولا يستوحش، ما تجيش القنطة ما تجيش أبدا. علاش؟ لأنه رافق ربا لا يغيب عنه ولا لحظة. فالله عز وجل جل جلاله ما كيساليش، ماشي بحال المتعة ديال الأولاد والمال والأبناء. المتعة مع الله تعالى ما كتساليش، المتعة مع الله خالدة. فاللحظات الدنيوية اللي كتقطعها من الدنيا وتعطيها لله عز وجل كتخرج من الزمن، ما كيبقاش يحسبها الزمن. ما حدك جالس خدام في أمور الدنيا الزمن كيتحسب عليك، والحاجة اللي كيتحسب فيها الزمن كتسالي. أما حينما تقتطع لحظة كتشد واحد الطرف من الزمن ديال الدنيا وتقطعه من الدنيا وتعطيه لله في صلاة أو صيام أو ذكر أو شكر أو بر أو أي عمل من عمل الصالحات، لحظة كتكون مع الله فيها، هذه اللحظة ما كتبقاش تحسب بحساب الدنيا، كتولي تحسب زمان الآخرة. وزمان الآخرة هو زمان الخلود لا ينتهي، زمان الآخرة ممتد أبدا. فلذلك إذن كيولي الإنسان في اللحظات الإيمانية، الوقت اللي يكون فيها حاس بالإيمان كيولي حاس بالخلود، مكيبقاش حاس بالفناء اللي كيشعر به الدنيا. ومن هنا إذن كانت التوبة إحساس فعلا بالاستيحاش والحنين إلى مثل هذه اللحظات، وبابها الباب اللي الإنسان يقدر يدخل لهذا الشيء، لأن هذا الشيء ماشي تبقى جالس حتى تعيا وتجيك لقلبك لوناسة، تجيك لقلبك لوناسة بالله، هذا الشيء ما كيجيش بوحده، خصك تفتح الباب، اطرق الباب وافتح وادخل، ادخل ادخل على مولاك، تجده يستقبلك بإذن الله عز وجل ببشاشة وبفرح. ولله أفرح بتوبة العبد من أحدكم يجد ضالته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف إذن طرق الباب؟ تطرق الباب بالاستدلال، الذلة، هذه اللي محتاج لها. الذي لا يتوب إلى ربه في قلبه كبر متكبر، وخا هو ما سيق الخبر راسه متكبر داخليا، وخا الناس ما سقوا له الخبر متكبر خفية وباطنا. فيحتاج إذن إلى نزع الكبر وإلى الدخول إلى باب الذلة والشعور بالتواضع والذلة والفقر إلى الله عز وجل. تأملوا الآيات والأحاديث ديال التوبة، كلها ذلة. ولو أسعفنا الوقت لبينت كثيرا، اقتصر من ذلك كله على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار، يعني هذه القمة ديال التعابير النبوية في التوبة، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلمات قلائل لكنها تعبر عن معنى عميق جدا، وطريق المعاني سهل لمن سهله الله عليه، ما محتاج فيه القراية بزاف نهائيا، محتاجين فيه التواضع بزاف والرقة واللين إلى الله عز وجل. وتأمل العبارة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لأن الإنسان اللي يتوب لله واللي ما يتوبش لله بيناتهم صور، صور ديال توحيد الله عز وجل بالمعنى مش بالألفاظ. راه كل شيء المسلمين يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن قليل منهم يحس بها، سألت إحساس. فلذلك كان العبد يقول اللهم أنت ربي، الإحساس بأن الله مالك الكون وخالقه وسيده، هذا معنى ديال الربوبية. فإذا كنت يا ربي أنت ربي، يعني مولايا أنا ماشي ديال راسي، لأن الذي لا يتوب علاش راه تلف حس براسو راه هو ديال راسو كيدير ما بغى، ولكن نهار تحس بلي راك ماشي ديال راسك راك ديال مولاك، لا يجوز لك أن تتحرك من هنا أو من هناك حتى تستأذن مولاك أن يعطيك الإذن
فيقول لك افعل فتكون في المندوب أو الواجب أو المباح، أم يحظر عليك الفعل ويقول لك لا تفعل فيكون الفعل حراما أو مكروها. فلما تحس بأنك مربوب وأن الله ربك ستستأذنه، ستستأذنه، تأخذ الإذن في كل شيء. إذن الاعتراف بالربوبية هو اعتراف وجداني بالخالقية لله والمخلوقية للعبد، وأنك انت ماشي ديال راسك، ما تبقاش تصرف كي بغيت. لما كتنوض الصباح من النعاس وتلقى يدك كتحرك، هذه نعمة كبيرة إنما أعطاك الله إياها لتستخدمها ذلك اليوم وسائر الأيام في طاعة الله لا في معصيته. فبأي حق ربي كل نهار يصبحك تتحرك وتخدم ديك الحركة اللي أعطاها لك مولاك في معصية مولاك؟ هذا ظلم. ولذلك كان التعبير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، لأن المعنى ديال الربوبية والحقيقة ديالها أنك يا ربي أنت الذي خلقتني وأنا المخلوق، ولو لم تخلقني لما كنت، خلقتني وأنا عبدك. بمقتضى الخالقية كنا عبيد الله، لكون يودي ما خلقناش العبودية لا يستحقها حينئذ، ولكنه عز وجل وتعالى سبحانه خلق ولم يخلق أحد غيره، هو بوحد اللي خلق، خلق وخلق كل شيء، خالق كل شيء. فلما خلق عنده الحق التعبد وواجب علينا نعبده، فمن خلق نفسه ليعبد نفسه، اللي خلق راسه يعبد راسه. ولكن إذا كنت توقن بأنك لم تخلق نفسك وإنما خلقك خالق، فابحث عن هذا الخالق، قلب عليه، قلب عليه، واجب عليك تقلب على اللي خلقك. شوفوا بنادم سبحان الله، كاين مننا اللي قدر له الله عز وجل الكبر ما عرفش به، لسبب من الأسباب الاجتماعية أو تجلل به توضر، شحال يقلب الإنسان على به سبحان الله، يصفط الإذاعة، ما يخلي صحف، ما يخلي مجلات، يسول الناس، يسولوا اللي رباه، يسول اللي رضعوه، ياك على الله يعرف به شكون. هذا غير به كان الأسباب باش يتزاد الدنيا ماشي خلقه. فإذا كان البحث عن الأب غريزة في الإنسان، فمن باب أولى وأحرى أن نبحث عن الذي خلقنا، والبحث عن الله هو الطريق المفضي إلى رضوان الله. اللي يقلب على الله يقلب عليه الله، واللي يقلب على الله يلقاه بالتأكيد. يمكن تقلب على باك وعلى أخوك وعلى ابن عمك وعلى حبيبك، يمكن تلقاه ويمكن ما تلقاش، ولكن اللي يقلب على الله يلقاه 100%، 300%. لما؟ لأن الله تعالى كيوريك ذاته سبحانه، لما يعرف بأن النية ديالك تبحث عليه هو يوريك، أجي تعال لهنا، أنا هنا. سبحانه وتعالى لا يحصره مكان ولا يحبسه زمان، هو فوق الزمان وفوق المكان سبحانه وتعالى. قال أحد العارفين: لقد وضح الطريق إليك قصدا، فما أحد أرادك يستدل، فإن ورد الشتاء ففيك صيف، وإن ورد المصيف ففيك ظل. طريق لله واضح، واضح لمن؟ لمن قصده. لقد وضح الطريق إليك قصدا، من قصد الله وضح له الطريق، ولكن اللي ما عندوش النية غادي يتلفوا له الطرق، ستتفرق به السبل. أما من استبطن نية الرب عز وجل والبحث عن الله ستتضح له الطريق إلى آمن من الله. لقد وضح الطريق إليك قصدا، فما أحد أرادك يستدل. من أراد الله لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. علاش؟ لأن الدليل على الله هو الله نفسه سبحانه، لا يستدل عليه بمخلوقاته، لا يستدل على العظيم بالضعيف، وإنما يستدل على الضعيف بالعظيم. الله تعالى هو الدليل على خلقه، وليس الخلق هو الدليل على الرب عز وجل. الميزان ديال كثير من الناس مقلوب، يقولوا الدليل على وجود الله هو أن عنده الخلق، لا سبحانه، وهو الخلق فاني، فكيف يكون الفاني دليلا على الباقي؟ وإنما الباقي سبحانه هو الدليل على الفاني. الوجود الحق إنما هو وجود الله سبحانه وتعالى. والمسألة تحتاج إلى تخليص القلب وتفريغه من كل ما سوى البحث عن الله. ف
فما أحد أرادك يستدل. فإذا نحتاج إلى كثير من التواضع لله، وهذا معنى الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لأنه الإنسان حينما يذنب ويعرف الحقيقة ديال أن الله هو الرب الخالق، كيعرف بالله راه نقض العهد، نقض العهد الفطري الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم في البدء الأول منذ خلق آدم، وأخذه على جميع ذريته: ألست بربكم؟ قالوا بلى، في الغيب المطلق. فكان كل كافر وكل منافق وكل مسلم ضال ناقضا للعهد أحب أم كره. ولذلك قال، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لأنه بنادم ضعيف يلتزم بالعهد وبالميثاق، ولا بد يسقط، لا بد يغلط، كل بني آدم أخطأ، وخير الخطائين التوابون، وعليها كنقلبوا. فإذا جدد الإنسان العهد مع الله وحده بقلبه ووجدانه وحن إليه وضاق بالوحشة، وحشة الدنيا، ورغب فيما عند الله وقصده، قصده، ها هنا بيت القصيد، مربط الفرس، قصده. فإذا قصده حقا وصدقا فذلك جديد للعقد وللعهد: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. لأن الإنسان حينئذ يدرك حقيقة أنه وقع في شر، وأن الذنب لازمه، غلط، لصق فيك الغلط ديال، فتحتاج إلى فرار إلى الله، لأن الاستعاذة فرار وهروب إلى الله، استعاذة طلب الحماية. بحال شي واحد كيجري عليك وانت هارب خايف، كتطلب شي واحد قوي يحميك، شكون اللي كيجري عليك؟ ذنوبك. فتستعيذ بالله وتحتمي به من ذنوبك. أعوذ بك من شر ما صنعت، فما صنعت من ذنب شر يلاحقني صباح مساء، يتبعني، يقلق حياتي، يحطم أعصابي. تحتاج حينئذ إلى سكينة من الله، إلى سلام من الله، إلى رضا من الله عز وجل. غير تشعر بالرضا حينئذ تشعر بالأنس، وتشعر بالرحمة، وتشعر بالسكينة والراحة التامة، والشعور بالبقاء. كيبقاش يجيك إحساس الفناء، كيجيك إحساس ديال البقاء، لأنك اقتطعت من حياتك لحظات، أخرجتها من الحياة الدنيا ووهبتها للآخرة، وكل موهوب للآخرة باق. أي حاجة تعطت للآخرة باقية، ما كتفناش، بل قولي ذهبت كلها إلا كتفها. الحديث ديال عائشة لما تصدقت بالشاء، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاء وتصدقت عائشة بكل الشاء، خلت واحد طريف الكتف، دخل النبي قال لها صلى الله عليه وسلم: باقي شي حاجة من ديك الشاء؟ قالت له: ذهبت كلها إلا كتفها، كل شيء مشى غير الكتف اللي باقية. وهو قد لها الميزان، لأن هي قلبته، قال لها: قولي بقيت كلها، داك الشيء اللي مشى هو اللي باقي، لأن ما أكل في الدنيا فان، الكتف اللي غناكلوه ما غيبقاش، وداك الشيء اللي تصدقتي هو اللي بقى. فمفهوم البقاء والفناء إنما علاقته بالزمان الأخروي والزمان الدنيوي. الزمان الدنيوي فاني، والحاجة اللي تعطات للزمان الدنيوي فنات مع الزمان الدنيوي، والحاجة اللي تعطات للزمان الأخروي، الزمان الأخروي باقي، كتبقى مع الزمان الأخروي، تبقى محفظة إلى الأبد. وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. البوء هذا من معاني الذلة التعبدية العظيم، معنى عظيم. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا المعنى ديال البوء، حينما نقول باء بالشيء يبوء به، يعني تحمل جريرته، يتحمل المسؤولية دياله. ولكن هذا المعنى هذا ما كافيش باش يشرح لنا العبارة ديال البوء. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بجوج استعمل فيهم البوء، يعني النعمة هو تعالى أعطانا، والذنب احنا غلطنا في حقه. ندير واحد المثل بشري، ولله المثل الأعلى.
ولا مشاحة في المثال. صور شي واحد دار فيك شي خير، شي خير كبير، إما نقذك من شي مصيبة أو أعطاك واحد الخير كبير، فأنت غلطت في حقه، إما ما ظنيتوش بأنه هو اللي دار فيك ذاك الخير ومشيت كتتهمه، مشيت تهمة كبيرة، ومن بعد كتكتشف بلي راك غلط، راه ماشي هو، راه هو اللي دار فيك الخير. ديك الساعة ما كتلقى فين دير وجهك، تبقى حاشم غارق. هذا هو معنى البول، لأن الله تعالى وله المثل الأعلى، أعطاك باش ترد له كتعطيه الذنوب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنت أنعمت علي، قدمت إلي خيرا كثيرا نعما لا تحصى، وأنا أقدم لك يا ربي شرا. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، هذا الإحساس هو منتهى الشعور بالذلة أمام الخالق سبحانه. ديما نقول في هذه العبارة هذه بأنه تعبير العامي الدارج اللي يستعملوه مغاربة للتعبير على البوء، هو ملي كيجي الإنسان يعني حاصل محصور مكتف وكيدير يديه من وراه وكيقول أنا متكتف ليك، لما كيحس بأنه يعني أحاطت به جميع الجدران وانسدت أمامه جميع السبل، متكتف خاضع الخضوع التام، هذا معنى البوء. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ولذلك كان الأنبياء إذا تابوا خروا راكعين وساجدين، وخر راكعا وأناب، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذه العبارة ديال خر يخر، المعنى ديالها العامي اللي نستعملوه هي راب، عفان الله وإياكم، اللي تشوف شي صور عالي كبير كيريب، يعني ماشي كيطيح بالطرف الطرف، ما كيتقلوش راب، كيريب من اللي كيهبط وينزل نزلة وحدة لا يتمالك. فهؤلاء الأنبياء كانوا يخرون لربه، يخرون للذقان، يعني أنه ما كيبقاش لاقي جهد باش يوقف، كيطيح راكع ولا يطيح ساجد لله الواحد القهار. مناش جا هاد الشيء؟ من الإحساس اللي عنده في قلبه بالذلة لله الواحد القهار. فإذا خلاصة القول أن التوبة إنما تكون معرفة بالله وبمقامه وإحساسا بجلاله وجماله، فمن ذاق هذا وأدركه كانت التوبة أيسر عليه من أي شيء يسير، ومن لم يذقه حتى ولو جاء إلى المسجد وتاب وعاد فتوبته لا تكون توبة النصوح، لأن التوبة النصوح الحق إنما هي إحساس وشعور. وهذا ما أردت بيانه من حقيقة التوبة التي بابها إنما بطرق باب الذلة والخضوع لله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وصل اللهم وبارك على سيد الخلق أجمعين.